يعني ابو يحيى قلت طبيب عصام ممكن يتعرف على الفاعل؟ ان شاء الله سيدي. صرفني سيدي. ابو يحيى ساعدني ساعدني. خير خير سيدي. مصاب. يلا على المشفى على المشفى. يا رب يا يلا. يا ساتر يا رب. اهدي قلبي وخاطري وضميري. اهدي قلبي. اهدي قلبي وخاطري. جناب المحافظ، أنا بعتذر، لازم أمشي، بره الزمن وبرجع بإذن الله. خير يا أبو طالب؟ شغلة خاصة والله، عذرني، بس الرجال بيقوموا بالواجب. طيب طيب يا أبو طالب. وأهلا وسهلا فيك بأي لحظة. الله يخليك. الله يخليك يا رب. يلا بالإذن. بالإذن يا جماعة. بالإذن منك يا جناب المحافظ. أبو طالب، أبو طالب، خير؟ طمني شو في؟ والله شلشتي. بعدين بحكي لك، هلا ما في وقت يا أبو أدعم. عمي أنت أخي مساعدي، بإمكانك تقوم بالواجب. الله يخليك يا سيدي. ما اختلفنا على هالشي، بس طمني شوفي، معقول يعني تطلع بهالليلة هاي وبحضور المحافظ ولجنة المحافظة؟ معقول يا أبو طالب؟ بعدين بحكي لك، هلا ما في وقت، أرجوك. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المطلوب منك يا واطي، إنك تنقلها وتروح من وشي وتخليني أتصرف على كيفي وعلى راحتي وبمعرفتي. روح، الله لا يردك. انتو امتى اجيتوا؟ لما يا اخ. نعم. لو سمحت طمنا. مين جنابك؟ عمي ابو طالب، زعيم حارة الالوان، بيكون عمه للسيد حسان. اهلا وسهلا، شرفنا فيكم. تستنوا بغرفة الانتظار بينما تخلص العملية. عملية؟ اي نعم عملية. عملية شو؟ بعد ساعة باذن الله فيك تطمن عليه بنفسك. بعد اذن. شيء شو يا ابو يحيى؟ شو اللي صار؟ ونحن على باب البيت بلش ينزل علينا الرصاص مثل زخ المطر. بنتورينا هون وهون بين العتمة، بعدين لقيته منصاب، طار العقل شيتي، حملته وجيت فيه لهون على المستشفى الفرنسي، ومن وصلتي فيه على المستشفى سناولوه من الممرضين وأنا رحت لخبرك. وما عرفتوا مين قوص عليكم؟ شلون بدنا نعرف وبترفع إصبعتك ما بتشوفها من شدة الظلمة يا عمي أبو طالب؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل كرب عظيم. عمي أبو طالب، شو هالشغلة هي؟ خلينا نروح نرتاح بغرفة الاستقبال. لك عمي شو بدنا نرتاح وعم تسمعني للأخبار هاي؟ خلينا هون. خلص مثل ما بدك، مثل ما بدك، نبقى هون. يا حبيبنا النبي. سعيد مين صلى على النبي. يا جماعة، بهالمناسبة العظيمة بيسعدنا إنه نسمع كلمة من جناب المحافظ. أيوة. تفضل. شكرا مراد. عفوا. تفضلوا تفضلوا ارتاح، تفضلوا. إن شاء الله ألف مبروك يا شباب. وعقبال العزابية جميع. اسمحوا لي بهالمناسبة أقدم شكري الجزيل لصاحب هذا المقترح السيد مراد آغا، وأنا بشد على إيده بأي مقترح جديد بصب بخدمة أهله وعياله وأبناء حارته. وأتمنى كما يتمنى مجلس المحافظة الدوام على مثل هذه الخدمات التي تساهم في نهضة وبناء محلتكم، محلة القنوات، والسير في هذه النهضة بكافة المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهالمناسبة العظيمة بيسعدنا يا جناب المحافظ نقدم لك هدية متواضعة، بس لكن دلالتها ورمزيتها كبيرة كتير. شكرا لك يا مراد أغا، ما كان في داعي لهالغلبة. ولو مشان واجبكن، ما في شيء من قيمتكن. شكرا يا مراد أغا، شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سمعونا يا جماعة، بعدين الله يجيب العوائب سليمة يا رب. يا رب يا رب يا رب. طمنا حكيم. عمي أبو طالب، زعيم حارة الأنوات بيكون عمه للسيد حسان. تشرفنا يا سيد أبو طالب. نحن اللي تشرفنا. طمنا حكيم. الحقيقة طلق ناري بالكتف والحمد لله أخرجنا الطلق، حالته حاليا مستقرة بس بده وقت ليصحى من البنش. كتر خيرك حكيم. أخ أبو يحيى،
السيد حسان في له ادوات شيء؟ ابدا حكيم ابدا. على كل حال بعد شوي بتشرفوني بتنزلوا لعندي على المكتب، خلينا نشرب فنجان قهوه. عمك أبو طالب بيحبك يا سيدي، مالك علي يمين لمجرد ما خبرته عن وضعك ترك العرس وإجا. يحيى شو في؟ شو نسيت شو صار معنا قدام باب بيتك يا سيدي؟ أبو يحيى خليه يرتاح. عمي حسن لساتك تحت تأثير البنج، مريت على خير، بس تصحى رح نعرف كل شيء ولا يهمك. المهم صحتك يا سيدي. هلا أنا بتمنى حكيم إنه ما تخبره الدرك. يعني على مسؤوليتك يا أبو طالب. على مسؤوليتي. وحكيم بتمنى الموضوع يضل بيناتنا إذا في إمكانية لهالشيء. في إمكانية. راح نخلي موضوع الحادث بيناتنا يا أبو طالب. الله يكتر خيرك. بدنا خدمة تحرز يا أبو طالب. ليش لحتى ما نخبر الدرك ونخليهم يلاحقوا أولاد الحرام يا عم يا أبو طالب؟ ما بدنا نكبر السير يا أبو يحيى. أنا بذات نفسي راح أعالج الموضوع. خلص مثل ما بدك. كمان فوق أشياء يا أبو يحيى، ما بدنا نعكر صفوة أهل الحارة بفرحتهم بالعرس. كبير كبير وصاحب مفهومية من يوم يومك يا عمي أبو طالب. الله يخليك. حكيم في إمكانية أنه ناخده معنا؟ طبعا في إمكانية، بس بعد ما نروح لتأثير المخدر بشكل نهائي. أيوة تأكل وقت هاي؟ يعني ساعة زمان مو أكتر. إن شاء الله خير. خير يصيبك. على مالك ام عبدو. الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي الله رد لي اياك سالم غانم. الله يسلمك. عرفتوا مين هالابن الحرام اللي عمل هيك؟ بعدين يا ام عبدو الله يخليك. ما تواخذني يا ابو طالب، انا ما اهلت ولا سهلتي. بالمهلي الله يوفقك يا رب، جهزين غرفته بس. على راسي. عمي مثل ما اتفقنا ما بدنا حدا يضرب الموضوع بنوبه. ولا يهمك يا ابو طالب، سر كبير. سلامتك سلامتك يا رب. الله يسلمك. ريح هلا والصباح رباح، والأدوية بوقتها. خلاص نحن قاعدين جنبه عم يا بطالي. بدك شيء أنا لازم. مع سلامتك، كتر خيرك، عذبناك معنا. الله يخليك يا رب، يلا معافى، تصبحوا على خير. مع السلامة يا زعيمنا. خلص تقبريني طولي بالك. إن شاء الله ما في شيء. يا رب يا رب. وكي يا رب تقبريني. بس طوال مزبوط. ما تقول ما هذا الشيء. يا الله يا عم، أبوكي بقى الواحد رأني العرس الجماعي. طيب معقولة الحكي زعيم الحارة والقصة صارت كلها بمعية الله ومعيته ما يحضر العرس؟ يا لطيف دخيلك يا لطيف، تتلطف فينا يا لطيف. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب جيرنا، دخيلك يا رب. خير خير. لا بقلوبنا نار وشعل عليه. شوفي رايح تشمي عليك. شو شوفي صحيح ما حضرت العرس جمال؟ مظبوط صار معي شغله مهمه عشان هيك ما حضرت. خير شو هالامر اللي ما خلاك تحضر العرس؟ هذا يا ستي خبروني عن زلمه جايز يكون ورا كل مصايبنا. وان شاء الله وصلتوا لنتيجه؟ ان شاء الله. يعني عرفت من ورا هالبلاوي يا بي؟ بدك تقولي جايز نستلم راس الخيط. الله يسمع منك. آمين يا رب. مالتو لي كيف كان العرس؟ هلأ تقبرني، هلأ بنحكي لك على العشاء. شرف خلاص.
ان شاء الله مجانب هلا تقبر قلبي. الهي كسر ايدي اللي كان سببك بهالشغله. ويحيى مين اللي مصلحه يقتلني؟ انا بقول مثل ما قال عمك ابو طالب، هلا جنابك تهدى وترتاح والصباح رباح، جرحك بعده طري. يلا رح نتركك ترتاح. تقبرني اذا بدك شي نادي لي. ايه لازم يكون نفس الفاعل اللي عم يتعدى على بيت عمي ابو طالب. لك شو هالقصة هي؟ لك مينو هاد اللي له مصلحة يقوص صهرنا؟ وليش؟ وطي صوتك، ما بدي حدا يسمعك. وخص نص بنتك مريم. ايه ايه تقبرني خلص ايه. بس ليكي أنا متأكد يا عم طالب إنه نفس الشخص بالذات اللي عم يتعدى علينا. إن شاء الله إلهي بلا بيقتلوا اللي بده يأذينا. لذلك يا أم طالب الله يخليك لازم هذا الموضوع يضل بيناتنا، ما لازم ينطش برا بنوب. خلص تقبرني أنت، طمن بالك، المهم صهرنا نفد وبخير ورصاصة مرقت مرور كرام من ناح كتفه. شو نفد؟ الله ستره. بشر يا مدحت بشر. خاب الضرب يا آغا، وصهر الأبو طالب بعده عايش. معقول؟ معقول يا مدحت؟ لك ثلاث رجال كل واحد قد البغل وبيفشلوا؟ معقول هالحكي يا مدحت؟ معقول بيصير؟ ما بيصير يا اغا. وينهم هلا؟ تركتهم بالمالكاني وهي جيتي من عندهم. اغص عليهم اغص. خيرها بغيرها يا اغا. روح على المالكاني وخذ بالك منيح لبين ما اجي لعندكم. امرك يا اغا. فشلوا بقتل سهره لأبو طالب. فشلوا يا لمعات. معلش يا أخ معلش. بيني وبينك يا عمي أبو طالب، كنت طمعان بيوم العرس الدكتور عصام يكشف عن حقيقة الفاعل من أهل الحارة، بس مع الأسف ومثل ما خبرنا ما مشي الحال وما قدر يكشفه، وهيك صعبت المسألة عليه أكثر وأكثر. طب أنت ليش متصور إنه الفاعل لازم يكون من الحارة؟ إيه، لأنه إحساسي عم بيقول لي إنه الفاعل من الحارة. حتى بعد اللي حصل معك امبارح؟ ما هو اللي صار معي الليلة الفايتة هو اللي خلاني أتأكد إنه الفاعل من الحارة. شيء، ليش؟ لأنه واضح إنه على دراية بتفاصيل الحارة، واستغل انشغال الناس وعمل عملته السودة هي. أيوه. يعني معقول كل أهل الحارة كانوا موجودين؟ يلي بدي أقوله أكيد كانوا كل أهالي الحارة مجموعين بحفلة العرس. أكيد، لأنه هالبادرة فريدة من نوعها، الناس بطبيعتها بكل عرس بتحضر، فكيف إذا كان هذا الحدث الكبير؟ يعني ممكن في ناس يكونوا ما تواجدوا بالحفل؟ ما بعرف، بدنا نسأل واحد من اللي كانوا حاضرين، لأنه محسوبك انسحبت لما خبروني عنك. معناتها لازم نسأل حدا حضر الحفل من أول لآخر. معك حق. أهلا وسهلا بأبو طالب. أهلين أهلين معرضو. يسلموا يسلموا. يا ميت أهلا بسيد راسنا وتاج راسنا. حبيبنا أبو يحيى. أعوذ برب الناس. ملك الناس، إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. قلوا الله أحد، الله الصمد. ولم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. شو صار برصاص يا جماعه؟ بيت المونة حج بيت المونة عم يجهزوا البنات. شو طمنينا؟ برحمه امواتك ريحي لنا بالنا. مثل ما خمنت بالتمام والكمال يا ست ام طالب. البنت مربوطه. لي على قامتي مربوطه. سلام عليكم من رب الرحيم. ومنو هذا ابن الحرام اللي رابطها؟ هلا امسك برصاص بنعرف مين. يلا باذن الله باذن الله. يلا يا معين شرفي تقبريني شرفي تقبريني شرفي معنا شرفي. الله يقويك الله يقويك شرفي تقبريني شرفي شرفي تقبريني.
أكيد هذا النمس ارتاح جيد المغفر الجديد، لذلك بلش يتحرك ليثبت نفسه. خير يا أغا، طلع لي بالمقترح بيرفعه للسماء عند أهالي الحارة وعند المحافظة كمان. إيش علي؟ ونحن كمان إله بالمرصاد. ابن الحرام سكر علي وما خلاني أفتح تمي بكلمة قدام العضوات. يا أغا، أنت هدي أعصابك شوي واحكي لي شو القصة، خلينا نفكر بلكي منلاقي لها حل. لك حتى أم صابر يلي جوزناها من عدلي مو قاعدة عائلة، على ما فهمت من نصري على لسان عدلي قال إنه رايحة وجايبت له شيخة مشهورة مشان توقف على بنت أبو طالب وتقرأ له. معقول؟ شو هالحكي يا أغا؟ لكن ليش شايفتيني طايش ولايش وعم بأضرب أخماسي بأسداس؟ لا إذا هيك صار لازم نتصرف بسرعة على الطرفين كمان. بابا اعطيني خرجية. اي بابا ما اعطيتنا خرجية. ماشي ماشي خدوا خلصوني. يلا روحوا روحوا منه روحوا تركوني هلا شوي روحوا بلا بوسات بلا حبيباتي بابا تعبان ومعصب شوي. مسلوان حاضر ستي. بأمرك خذي الأولاد وروح اشتري لهم من برا. بأمرك ستي. يلا حبيباتي روح اشتري. يلا حبيباتي. مساء الخير. يا أبي والله غليت من العين. أهلين أهلين كيفو طالب؟ منيح الحمد لله. اجت اليوم الشيخه هلا قلت لي الحديث تبعني. ايه مثل ما بدك. في كلام بدي اقول لكم اياه بدكم تحطوه حلقه قدامكم. خير ان شاء الله. وغوشنا يا ابي. شوفي خير يا ابي كانه في بتمك حكي. معك حق. بزمتي وديني شغلت بالنا يا ابي. ليش هدي راسنا من لما استلمت الزعامه لهلا يا صالحه؟ والله ما هدي. احكي الله يخليك احكي وريح لي بالي. شوفي يا ام طالب، من هون لبعد اسبوع او 10 ايام على الاكثر بدكم تنتبهوا على حالكم منيح، وانا بفضل انه ما تطلعوا برات البيت. يا قصفت لي ركبي يا ابو طالب. يا ابي شوفي والله خوفتنا. انا رح افتح الباب. بلشان. يا ابي اسالي مين قبل ما تفتحي. من عيوني. حاضر. ام طالب انا درست الشغله منيح وشاورت ناس، لذلك بهالكم يوم بدي غني موال يمكن يعملنا بلوي.